من العريق بدي باسم زملائي وباسم حزب القوات اللبنانية ادعي نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريين والنواب المستقلين إنه مثل ما تعاوننا بملف انفجار مرفق بيروت وأسقطنا محاولة الإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وأصرينا على إنه يتابع عمله بالملف لحين صدور القرار الظني نتعاون بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية لنوصل لانتخاب رئيس سيادي إنقاذي إصلاحي بأقرب وقت ممكن لنخفف الأوجاع والمآسي اللي على كاهل المواطن ونبلش بمسار إنقاذ لبنان من الأزمة اللي عم بتخبط فيها. وهالإطار بيهمني أتوجه برسالة لكل اللي عم بيعولوا على تدخلات خارجية بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وقول رهانكم مش بمحله أبدا وانتظار الخارج للتدخل خطأ كبير لأن الخارج منهمك بأموره ومشاكله والنطرة رح تطول كتير ولا البلد ولا الشعب بقى يحمل انتظار علينا كلنا سوا إنه نلبنن هيدا الاستحقاق ونشتغل لنوصل الشخص المناسب للمكان المناسب. النقطة الرابعة والأخيرة بهمني اليوم ومن هالصرح الوطني بالذات إنه انعش ذاكرة الجميع بلبنان تحديداً بموضوع اتفاق الطائف. نحن كحزب سياسي كنا أول من أيد ودعم اتفاق الطائف لا بل أكثر من هيك نحن اللي دفعنا الأتمان كحزب سياسي وكأفراد واعتقلنا واضطهدنا وتم اغتيال البعض من رفاقنا جراء تمسكنا بالاتفاق وحسن تطبيقه. الأفضل أنه ما حدا يزيد علينا في هالموضوع. أنا عندي سؤالين. شرف تفضل استاذ عبد. شو صحة الكلام انه حزب القوات اللبنانية حاطط شرط للمشاركة باللقاء المسيحي بالكركي؟ أنا بتشكرك سألتني هالسؤال. أول شيء بكركي بيتنا ونحن ما بنحط شروط أول شيء عليها بل بالعكس نحن بنعتبر من واجباتنا نحميها ونحمي غبطه. هذا الكلام منه دليل. نحن بهمنا يكون في آلية لهاللقاء حفاظا على موقع كركي والبطرة لأن بكرة بيقولوا إنه ما قدروا يوصلوا لنتيجة فضلوا حق على المسيحيين هن مش عم بيقدروا يوصلوا لنتيجة ينتخبوا رئيس. هالآلية اللي حطيناها صارت بين إيدين البطرة. نحن بنتمنى إنه يصير اللقاء بأسرع وقت والكل كل واحد ينتخب المرشح اللي برأيه هو بده إياه وطبعا المرشح اللي بياخد أكتر شيء أصوات ممكن ما يكون المرشح اللي نحن طرحينه حدا تاني مفترض إنه يكون في اتفاق مسبق إنه بنمشي فيه طبعا وبننزل ساعتها على المجلس النيابي بنأمل النصاب ومنتخب الرئيس. السؤال الثاني شو رأيك بالمبادرة اللي أطلقها رئيس حزب التحرر الاشتراكي وليد بيت الله؟ أول شيء مشكور وليد بيت على المبادرة الطرحة. كنا منتمنى أنه ننسق أكثر بهذا الموضوع تنجح المبادرة لأن هو عم بيقول خلينا نسقط المرشح سليمان بيت ونسقط ميشيل معوض ونروح على خيار ثالث. اللي فهمناه مؤخراً أنه دكتور رئيس نبيه بري ما مشي بأنه يسقط مرشحه اللي هو طبعاً سليمان بيت. مشان هيك أنا بتمنى كنت أنه ننسق أكثر نحن وبقية الأفريقاء المعارضين تنجح المبادرة. برغم الانتداب بالانتخابات الرئاسية بعد مرشحكم ميشيل معوض؟ نحن لتاريخ اليوم صح مرشحنا ميشيل معوض. هل أبلغكم من بطرة كلمات اللقاء رح يصير؟ هلأ طبعاً لعرفنا نحن طرح إلي علينا طبعاً مشينا دغري فيها وقلنا له أنه تكتل الجمهورية القوية ماشي بهذه الآلية. هلأ بدي يشوف يجس النبض مع بقية الأفريقاء إن شاء الله خير. نحن طبعاً نتمنى يصير هالاجتماع اليوم قبل بكرة مع طبعاً التأكيد على
انه الكل يلتزموا بالآلية اللي بده يطرح البطل لنقدر نوصل لنتيجة. استاذ عبدو شكرا. شكرا.